وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث العقيد عادل الدوسري مدير إدارة الرقابة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، تحدث عن أبرز الاستعدادات المتخذة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة المعرض. الإدارة العامة للمرور ستتولى الترتيبات المرورية اللازمة لتأمين الفعالية، وذلك من خلال خطة مرورية متكاملة تضمن انسيابية الحركة المرورية على شوارع مملكة البحرين للمساهمة في نجاح هذا الحدث العالمي المميز، حيث سيتم تيسير عدد من الدوريات وضباط صف ورجال ثابتة من أمام النقاط المهمة على شارع المعسكر وشارع الشيخ سلمان، شارع الزلاق وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والشارع الذي عليه الأنظار الأكثر شارع 76 شارع الصخير، وعلما بأن سيتم إغلاق الإشارة الضوئية الواقعة على شارع الزلاق بتقاطع شارع 76 طوال فترة إقامة المعرض.